بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب النجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا أبو ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا نقتدي بكم ونقتفي آثاركم فنفوز والله فوزا عظيما. وإلى متى تغضي والطغاة تحكمت، وإلى متى تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين فحكمت أشرار، إذ قدمت رأس الفساد وأخرت عين السداد، وأمرت فجارة قادت علي بالنجاة وخالفت، قادت علي بالنجاد وخالفت سبل الرشاد، وأغضبت جبار قادوه، والزهراء تعدو خلفه. ما سيدا قادوه، والزهراء تعدو خلفه عبرا عبرا فليتك تنظر استعبارها، والعبد سود متنها فاستنصر أسفيا، فليتك تسمع استنصارها، اي اي والله فليتك تسمع استنصارها، الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارا، اي والله هجموا على الطهر البتولة دارا، يا رب سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها يا مسمارها، قطع وراكتها يا ومن أبنائها
قطعت أمي يمينها ويسارها ونقشها نقشها بكدر وبضيم هالدنيا نقشها نقشها بكدر وبضيم هالدنيا نعشها ولا يوم الدهر روحي نعشها نعشها على الشايل وبلا الظلام نعشها بيت الطاهر اندفنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. هذه القصة حلوة بالقرآن بس يسبقها مقدمة. المقدمة هي هاي إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. الدنيا دار بالبلاء محفوفة كما قال أمير المؤمنين وبالغدر معروف. الدنيا دار بلاء دار امتحان. الهدف من هذا الوجود هو اني وانك نبتلى. الذي خلق الموت والحياة شنو؟ ليبلوك. والهدف من البلاء شنو؟ ايكم احسن عملا. اذا انت مولاي مبتلى، تبتلى بزوجتي، تبتلى بأولادك، تبتلى بأموالك، حصل لك امرأة لسانها 500 متر طول. الله يقول ما هو إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. الحذر يكون من زوجتكم. سأكون فدروا عيال حلوة السهاي على لسانها طويل تكون. احذر أن تعرف غيرك في الرواية. كونوا من خيارهن على حذر. يعني مو واحد، مو كل واحد تخليه يطب البيت ويتعرف على زوجتك وعيالك واهلك. لا، لعل العين تزيد. سبحان الله. كم امرأة ذات بعل وتورطت في علاقات عاطفية وبالاخير صارت من المشهورات. هي من هالمعارف ماشي. كونوا من خيارهن على حذر. فالواحد مبتلى يا أخي. المؤمن مبتلى. ما تقدر تقول شو ورطنا بهاي المرأة، شو ورطنا بهالأولاد، شو ورطنا بهالطيق عن حرها لأصدقائك وصديق. إقبالك ماكو يسلم ويبتسم وها، لكن من وراك عقرب يلقاك يحلف أنه بك واثق
وإذا توارى عنك فهو أقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ. تعلم المؤمن مبتلى، المؤمن مبتلى. الشمغلاني بعض أوقات نشتحنا شيخنا تقول السبس يعني زوجات يعني نبتلي بهم، لا بعض أوقات حتى زوج طايح حظهم تبتلي به المرأة طيبة وصالحة والزوج مولانا فاسق. الحين هاي فرعون، فرعون طاغي، فرعون مولانا تعرفون بقى أنا ربكم الأعلى، لكن زوجته امرأة طيبة صالحة آسية بنت مزاحمة تمام، امرأة طيبة تبتلي شفت واحد مو خوش هذا. وكذلك بعض الأوقات إنسان طيب يبتلي شفت واحدة مو خوش، مثل لوط. لوط كان نبي ومعصوم زين، بس ابتلى شفت بواحدة كانت تحت عبدين من عبادنا فخانتا. المهم البلاء هذا عنوان واسع بالزوجة بالأولاد، حتى نوح أكو بعض أوقات تشوف بعض الآباء يضجرون من بعض الأولاد، يقول إحنا هاي هالولد هذا ما فلحنا فيه، هالولد هذا ما نجحنا فيه، أو هالبنية هاي ها ما نجحنا بيها، يعني ماذا نحصل بها توفيقات، يعني مو كما يريد الأب. تمام. سنوح كان نبي ومعصوم، أكو ابن الحرف مو بالدليل، يعني حتى إجل الله يعني توسط الأرض إن ابني من أهلي. تمام ولا؟ وأنك أحكم الحاكم قال إنه ليس من أهلي كده عمل غيره صالح، حتى قال له بابا تعال، قال سأوي إلى جبلين يعصمني من الماء. هذا يناقشها، أكو بعض أوقات بعض الأولاد حديين بالنقاش، لو يعني سمر عيونه بوجهه وماكو. تبعين فد رواية شفت شيخني صدق هاي للأولاد زينة، من نظر حديث من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له. هاي بعد شوف ينظر الأبويه نظر ماقت يعني حاقد بغض عند الأبو، نظر ماقت والحال ان ابويه ظالمان له، هم الاب والام مقصرين هم بحقها. شوف الروايه شو تقول، من نظر الى ابويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم تقبل له صلاه. الاب والام ظالمين له لكن هل نظر بمقت صلاه منهم؟ احترم ابوك. أك واحد يتفل على أبوه ويهين أبوه على قضية بيزات، يعني قضية فلوس ما أكون يشوف أكل هاي المال. شيخنا محق صاير سعد عمر بن سعد شو رفقة الحسن، هذا حب الرجل ورفقة ذاك هم جاي قدام الجماهير يقول له ابن زياد يبدو شمر ابن الجوشن، يقول له ابن زياد املأ ركابي فضة وذهبا إني قتلت السيد المحجبة، إني قتلت خير الناس أما وأبا. قدام الناس والابن زياد، ابن زياد هم ما ينفع المدايق واحد ابن زياد قدام الناس قال إذا أنت تعرف إنه خير الناس أما وأبا لماذا قتلته؟ فأحرمه من الجائزة. يعني هذا باع دينه وقتل الحسين على مود املأ ركابي فضة ليبلوكم فيما آتاكم. عندنا في الآية الله ايش عطنك من نعم، الله يبليك. إنا بلوناهم، أنا إذا أريد أحكي بالبلاء بعد القصة ما أقدر أفصل بها، بليه في المجلس الثاني القصة عن البلاء. مولاني عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا، حياكم. صلى على محمد وآل محمد.
بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. زين، أكو بعض البلاء مولاي، أجيب قصة وبعدين أستدل. أجوا جماعة الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، قالوا له: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال لهم: أصبحت بشر. عجيب، هذا أمير المؤمنين، سيد الوصيين، قائد الغر المحجلين، قيادة مسلمين بيده، معصوم، شلون يقول أصبحت بشر؟ فقال له: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ أنت لا تشوف كل واحد يعني عنده سيارة فارهة وبيت واسع وزوجة وحين أوضاع مرتبة، يعني هذا ما يصبح بشار. لا، هي مو كلها ماديات القضايا. تقول فلان والله وضع بحبح، يعني وضع كلش محترم، هذا وين يشوف شر؟ هذا سيارة عنده وفلوس عنده ودار وسيع عنده. لا 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 لا، فكر هذا الشر أكو شيء ثاني. اسمع أمير المؤمنين، قال: أصبحت بشر، كيف يا أمير المؤمنين؟ قال قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. تمام، فتنة يعني ده نمتحنكم بالشر والخير. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: الشر هو الفقر والمرض، والخير هو الصحة والغنى. الله يبليك بالمرض، فد ليلة وإلى دروسك توجعك، ها؟ تعال قول روح للسجن، فد ليلة وإلى خنصر مالك، ركوا إلى آخره، يصير مرض يجي، زكام يبهدل، فد زكام، الإنفلونزا تصيدك، هذا الإنسان العملاق الكذا، فيروس يدخل بدنه يغرب الحبايب. الشر هو الفقر والمرض، مرض. فتكون تصبر، تكون تصبر في المرض والفقر، وتفضل على الفقراء شنو؟ بالصبر والقناعة. تمام، وكذلك يبليك ينطيك في الصحة، شوف تشكر الله على الصحة، ينطيك مولانا غنى، تشكر الله على الغنى. يقول ليه تكون تبطر بالغنى؟ اكو واحد من حصل فلوس يبطر، يستعلى على الآخرين، يصير مغرور، متعجرف، متكبر. لا، إن رآه استغنى. إن الإنسان يبي الله يبليك يا أخي، تاي فلوس تشكر الله، تنطي حقوق الحق إلى آخره. المهم فقر ومرض موجودة، صحة وغنى موجودة. عندي فت قصة، طبعا اكو بلاهم اخر راح يجيني بكرم نبي مال ابراهيم الخليل، بس هاي قضية المرض. اسا احنا صالتنا فلون زين، لو اسنانا ماكو عند عصب اقام الدنيا ولم يقعدوا هاك، وصاروا وقوم ولوي وقوم وقوم ماكو، بسرعة دكتور، بسرعة كذا، تكس تليفوني، هذا على الضرس. يعني انت بعدك ما شايف هذا ايوب سلام الله عليه، تعرف صار بايوب؟ الله صار بابليس، هذا لعنه الله على ابليس. بعض الاوقات يجي يتحجج يقول الله هذا عبدك ايوب هذا غير شاكر لنعمائك، ما هو شكور. الله سبحانه وتعالى صوت إبليس على مزرعة أيوب، نفخ في المزرعة، الكل كلها احترق، المزرعة راح. أيوب قال الحمد لله، الشكر لله، شافنه يشكر رحمه. صلت الله على الأغنام، نفخ بالأغنام كلها احترق، قال على ذلك الحمد لله. ليش فكر الشيطان؟ قال هسه هاي أموال تروح تجي،
ها؟ والناس يقولون لسه هاي راحت، السيارة راحت، الأرض راحت، الحمد لله أنا سالم. أهم شيء العافية، أكو ناس الشكل يفكرون أهم شيء أنا عندي بدن سليم، تمام يا ولا؟ الشيطان يمل هالباب هذا. قال أنا سلطه الله على بدن أيوب فنفخ فيه نفخة، كل بدن أيوب صار قرحا، كل بدن، كل هذا البدن شايف قرحا. وقام يطلع الدود. السي هذا تعال انفلونزا ما تقدر تصبر، هذا كل بدن ما له قرحة صار. هسه هذا أولاد عندي، زوجة عندي، على كل شلون يدارونه وكل دود. وقول الحمد لله سووا بي واحد قرحة بالبيت عندك قاعد وكل دود يطلع منه روائح كريهة، شو سووا بي؟ وين يذبوا شيخني؟ يذبوا بالزبالة غير صدق. شالوا أيوب ذبوا بالزبالة خارج البلد، ذبوا بالزبالة. أجل هذا كله شو يسوي؟ اكرم روائح كريم، المنظر قبيح، كله قرحة. تريد تشوف الجمال، تريد تشوف النظافة، هذا كله قرحة. فقد مزرعتي، فقد أغنامي، فقد صحتي، فقد أولادي، فقد زوجتي، فقد محيط الاجتماعي، ذبوا بالزبالة. هسه ذبوا بالزبالة ايش قال؟ شهر، شهرين، لا 7 سنين هو خارج المنطقة. كل شيء يقول الحمد لله، الشكر لله. لم أسلب ديني، صحتي خلت ديني أنا ما فقدت، دا أقول الحمد لله، الشكر لله، تمام. لما الإمام علي سلام الله عليه أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه تضرب على رأسك وتخضب هذه من هذه، ها؟ ش قال أمير المؤمنين؟ قال أو في سلامة من ديني، التفت مولانا، أو هذا الضرب وهذا التخضب، أو في سلامة من ديني، ما قال جسدي، جسد خليه يروح، أو في سلامة من ديني؟ قال له رسول الله بل في سلامة من ديني. لما ضرب على رأسه ايش قال أمير المؤمنين؟ ايش قال؟ قال فزت بالكعبة، أنا فارس. هالشكل خلق صير نظرتنا للحياة وأمام البلاء. مو أقل شيء فد واحد حش علي حشاية أقوم أجزع، خلي يحش. أمير المؤمنين ما حشوا عليه، عندك خبر مسوي أمير المؤمنين معاي، مسوي أمير المؤمنين ما يصلي، مسوي أمير المؤمنين بالإعلام إنه لا يصلي. في أخوين التقوا في حرب، واحد من أنصار أمير المؤمنين، واحد من أنصار معاوية، في صفين. الأخوين التقوا، الذي أنصار أمير المؤمنين يسأل أخوه اللي عند معاوية، أنت ليش تقاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قال له الأخ اللي في صف معاوية أن أميرك لا يصلي. الله أكبر، شوف شلون الإعلام غطيه، عجيب. ولهذا تشوف بعض أوقات السجاد سلام الله عليه لما راح إلى الشام، بدربات الشام أول ما دخلوا للشام فتشايد الحمد لله الذي قتلكم، أنتم خوارج، مسويهم خوارج أصلا، خارجين عن الدين وعن الملة، كفار مسويهم، وعرف شو؟ إعلام جدا قوي كان. الله بعض الأوقات يبليك ببدنك، يبليك بفد ناس طيحان حظ وياك يحشون عليك، هاي موجود. أمير المؤمنين شو مسوي؟ علي مع الحق والحق مع علي، يدور مع وين ما دار. علي مع القرآن والقرآن مع علي. زين أعلمكم علي، أقضاكم علي، هالقد روايات وأحاديث جاية بعلي، تمام. أول من آمن بعد ما آمن الخليج، أول من آمن بالرسول إلى آخره. علي أساس تقول لي هذا لا يصلي، علي أساس صاروا دول كفار وخوارج. بعض أوقات أنت تبتلى باتهامات باطلة، الله يبليك يا أخي.
الواحد أمام البلاء يكون يصبر، بعض البلاء يكون يشكر مثل الصحة والغنى. أيوب هسه لو أنت نبتلي كما ابتلي أيوب شو نقول له؟ الله اللهم شافني، اللهم عافني، يا الله بحق مريض كربلاء شافي مرضانا، بتقول. بس أيوب ماذا يعيش؟ تيش يقول أيوب؟ يقول ربي مسنا الظلم وأنت أرحم الراحمين. بس لعل في صلاح أنت تبتلى بلد، شنو اللي شكرا لنا؟ ربي مسني الضر، طلب شفاء، قال وأنت أرحم الراحمين، إذا أشوف صلاح تشفيني شافني، ماكو صلاح ماكو شفاء، أنا مسلم. ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا تشك زايد، لا تجزع زايد، هو الإنسان طبيعته جزوة، خلق الإنسان شنو؟ هلوعة يعني شنو؟ القرآن يبين إذا مسه الشر جزوع، الشر شنو؟ الفقر والمرض، وإذا مسه الخير إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ومو صلاة شاك ويتوم ما نصلي على لا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، عند حضور قلب الصلاة. الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، هاي الصلاة تبني الإنسان. أما الصلاة تصلي وفكرك بالعريس وفكرك بالشيكات وفكرك بالسوق وفكرك بذاك، قلبك صاير بغير مكانه، مو صلاة. الصادق سلام الله عليه كان يكرر إياك نعبد وإياك نستعين في الصلاة إلى أن يكاد يغشى عليه بالصلاة. الصلاة تبني الإنسان، هاي الصلاة. قلت لكم ذكروني بلاء مال إبراهيم. بلاء أكو أمراض، أكو صحة، أكو مرض، أكو فقر، هذا بلاء. أكو فد نوع من البلاء يا أخي الله يبليك، وين الشلة تحبه الله يبليك بيها؟ أنت وين تحب؟ تحب أب يا أخي يحب ابنه مثل يوسف الصديق، يعقوب يحب يوسف يا أخي، هاي اللي يحبه الله بالي، هاي تحبه أنت يكون فقدك، أشرد عنك، ها أهجول عنك، أودي بالبراري 11 سنة 12 سنة خليك تعيش ألم الفراق. ها شو مصيبة الشلة تحبه ماكو؟ وين تحب أنت الشيء؟ الله يبليك. هذا يوسف يحب يعقوب، لكن شلون بنا شقد كان يحبه إلى درجة إذا بقى عليه بيضت عيناه من الحزن، صار أعمى عليه. ولهذا احنا من استدلالاتنا زي نطلع بيه هذي واسو واسو حشي جر حشي، هذول بعضهم تشتبش عن الحسين، مات الحسين قضي القضاء بما جرى، ليش تبتون انصر؟ لا يا اخي مصيبة، هاي مصيبة. إنسان عنده عاطفة، رسول الله يقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، إنسان لا تقدر تجرد عن عواطفها. صحيح أنت إذا تشوف فيلم أكو بعضهم يشوف أفلام عاطفية هندية كذا ماكو، بس يشوف الفيلم هو عينه ماكو تدمع، يروح من يشوف يتأثر بالقصة كذا يقوم يمشي الإنسان، هاي شيء طبيعي. الاستدلال الفقهي مالنا هاي، لو كان البكاء حرام على مسألة عاطفية أو مصيبة، الآن فراق الولد مصيبة، صحيح ولا؟ لو كان البكاء حرام على فراق الولد، لو كان البكاء حرام على فقد الولد، لما بكى يعقوب على ولده يوسف. ليش؟ لأن احنا نؤمن بأن يعقوب نبي والنبي معصوم، معصوم يعني لا يسقط منه الخطأ،
تمام يولا. فإذا كان بكى يعقوب على فراق يوسف خطأ، إذا هذا مو معصوم، والحال إحنا نقول إنه معصوم. تمام يولا. بكى يعقوب على فراق يوسف لو كان خطأ لما بكى يعقوب، صحيح ولا؟ بكى يعقوب على فراق يوسف إذا مشروع وصحيح وفي محله. تقول لي بعض أوقات البكاء ممكن الإنسان يبكي على المصيبة بحيث يتضرر، ما كل إنسان. يعقوب ما بكى إلى أن درجة ابيضت عيناه من الحوض وهو كظيم. العمى ما يعتبر ضرر. أنت ممكن تسمع مصيبة تبكي تضم خدك تحمر عينك، ماكو إشكال. في إشكال؟ يعقوب بكى وهالبكاء جرى إلى العمى، فقد عينه فقد بصر. تعال قول للشيخ تعال اقتل ابنك يسوي له صح أي عاقل يسوي. تمام. بس يقول لك اذبح ابنك يسوي له أقصد يسوي العقل. الشهاني يقول إني أنا أريد أسمى البلاء، أريد أستدل على أن بعض الأوقات الشيء اللي تحبه الله يبليك به، إني أرى في المنام أني أذبح. السلو شوية تلو تلونه تفلصه سوله في الشتاء شوية شوية ضرر بسيط. لا يقول لي إني أرى في المنام أني أذبح إعدام، يعني مو سهل. مرة تغرضه تقول مثلا تؤذيه في بدنه، فالواحد واحد يتحملها عادة، بس أني هذا بحقه هذا. يسأل أبي يجي لأبني أقول له أني أرى في المنام أني أذبحه، شو يقول له لأبني؟ يسلم ما يسلم؟ شو قال لي؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، شو تجدني؟ إن شاء الله من الشرفين يصبر أمان الله وتستعين بالله عز وجل، لأن طاقاتك المستقلة ما تقدر تصبر، تكون تستعين بالله. ولهذا قال إن شاء الله. وفعلا حقيقة أب وعاطفة وحب ابنه، والأب هم أحب أبوه، لكن تلده للجريمة أضجعه للقتل. وهي مصيبة حقيقة، وهي مصيبة. أضجعه تله للجبين أراد أن يذبح ففديناه بكبش. هل صدقت الرؤيا يا كبير؟ صدق لما شاف الله من صدق النية وصدق ده يريد يذبح واقعا امتثلوا للتكليف. بعدين ايش قال؟ إن هذا لهو البلاء المبين. هذا صدق بلاء. احنا هدفنا من هالبحث هذا ان انا وانت اذا قتلينا بمرضين او فقرين يكون نصبر يا احمد، او ابتلينا بصحتين بمعنى اختبار او غنى نكون نشكر يا احمد، واذا ابتلينا في هاي القضايا لشان نحبهم مثل فراق يعقوب فراق يوسف مثل ذبح إبراهيم لولده وإن لم يوفق للذبح، هذا بلاء عليك. أنت صلّى، أنت مو جاي للدنيا حتى ترتاح يا أخي. ترى شو أقول؟ الله حديث قدسي أقول إني جعلت الروح والراحة في الآخرة والناس يطلبونها في الدنيا ولا يجدونها. مرتاح حتى بالدنيا؟ تقول لي مرتاح؟ ما عليك من الظاهر يعلمون ظاهر الحياة الدنيا. انت لو تدخل الباطن الإنسان 50,000 مصيبة. احنا جايين نمتحن عاد، انت عند الامتحان يكرم المرء. انا القصة ما اقدر اتعرض لها لان الوقت خلص، اذا صار توفيق لبحث القصة في مجالس اخرى ان شاء الله يرحم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة تاير ليفة مجلس كامل، بس أنا قلت حيث أتعرض لهالآية البلاء وما أقورز عليه، لأن الهدف من الوجود هو البلاء. أكفر في نكتة فلسفية هم أشير لها.
عليكم السلام ورحمة الله. صل على محمد وآل محمد. شوفوا مولانا هاي قضية البلاء، هاي السمراض والصحة يتعرضنا لها، أكو نكتة فلسفية بقضية البلاء. من معاني البلاء أن الله يمتحننا بالتكاليف الإلهية، يعني تكاليف صلاة صوم زكاة خمس حج، هذا بمعنى الله يمتحنك بهذه التكاليف. شو تأديها لما تأديها؟ تأديها على أحسن وجه يوم ما تأديها على، لأن الهدف من البلاش قلنا في بعض أقسام البلاء الذي خلق الموت والحياة شنو ليبلوكم، يعني ليختبركم بالتكاليف ليبلوكم شنو أيكم أحسن عملا. عليكم السلام. الإمام علي يقول سلام الله عليه، إحنا لما إجينا لهالوجود هذا إحنا صرنا شايفين للدنيا، ليش؟ الشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني؟ ليش جاي أنت لهالوجود؟ أمك تلدك مشلول، تبقى مشلول 70 سنة، ليش؟ أكو عندنا أولاد يولد إلى الوجود في حاحات معينة، يمكن ذاك يولد سليم، المهم في الأشكال وابتسم، ليش جاي له الوجود حتى تختبر؟ تقول لي هو الله ما يدري بعد هالاختبار وهالامتحان، الله ما يدري احنا ناس خوش وادم ومو خوش وادم. طبعا يدري، الله عالم ان هناك شمر سوف يأتي ويقتل حسين. كان ليش الله يخلق شمر يجيبه للوجود؟ ليش الله يخلق يزيد وهو الله يدري ان هذا شمر وهذا يزيد وهذا حسين وهذا علي؟ ليش يخلقهم؟ هذا بس سؤال حليم. شو تدري هذا شمر وتدري راح الجهنم، ليش تجيبه للوجود؟ من عالم الذر ودي الجهنم والسلام، تمام؟ ليش؟ شنو الاشكال بذلك وانت تدري؟ خالي هذه الجنة وهاي النار، الله خالق لنا وجنة ونار، تمام يولا؟ هذه الجنة وهاي النار تعطى لمن؟ تعطى للشخص اللي عنده عمل، تمام يولا؟ لأن الجنة والنار يعتبر الجنة ثواب والنار جزاء، هذه لازم الإنسان يأخذها مقابل عمل، إذا عمل ماكو ما تقدر أنت تروح الجنة، تمام يولا؟ نعم أجر العاملين. الزين انت بعالم الذار بعالم الارواح قبل لا انت تجي لهالوجود هاي، ماكو مجال عمل، مجال عمل ماكو، مجال تكليف ماكو، انت بعالم الذار. الله خلق البشر على شكل ذار بس سوى لهم فد امتحان مختصر هناك، بس ما يقدر الله يرتب الاثر بان يجازي بنار او يثيب بجنه الا اذا جاء البشر الى هالوجود وتظهر الافعال. الإمام علي يقول فلسفة البلاء لتظهر الأفعال ومن ثم يستحق الجزاء أو العقاب. أنت ما تقدر الدين المجرم إذا ما تصدر منه الجريمة، يكون يجي للوجود يمتحن، يعطى له العقل، يرسل له أنبياء، يرسل له الكتب، تتم عليه الحجة، إذا بعدين باختيار أشاء أو باختيار أحسن وظهر الفعل في الخارج، ذيك الساعة الإنسان يستحق جنة أو نار. هذا جواب هذا السؤال، إن ليش ما الله من هناك يوديهم الجهنم والسلام، لا لازم يجون لهنا ويلقى عليهم الحجة والرسول وإلى آخره، ومن ثم يشوف شنو اختياره. عمر بن سعد اختار هذا قتل الحسين، ذاك اختار نصرة الحسين، هاي فلسفة البلاء. لكن مولاي سئجين احنا قلنا شنو من اشد انواع البلاء؟ هو ان الانسان يبتلى فيما يحب، فراق
يوسف على يعقوب. شو اللي تحبه الله يا أخي بليت بيه؟ تحب سيارة الله يكسرها لك، شو تشكر يونا؟ تحب بيت الله يحرقه لك، شو تشكر يونا؟ ها مولانا، تحب شخصية وتكون وجاهة بالمجتمع، وإذا ألسن تأتي وتأذفك من كل حدب وصوب. وين ما تحب الله يجيك، يجي من يجي إليك البلاء من اللي تحبه. الله صعب. أمير المؤمنين سلام الله عليه، أيام فاطمة الزهراء سلام الله عليه، أمير المؤمنين يقعد مع أصحابه يسألهم أي الأشياء أصعب على الإنسان؟ يعني الصدق واحد ما يقدر يتحملها. المقدار موجود، سلمان موجود، أبونا موجود. واحد يقول له يا أمير المؤمنين فقد الولد صعب على الإنسان. أبو ذر يقول له فقد الزوجة صعب على الإنسان. ذاك يقول له فقد المال صعب على الإنسان. خذ بناتك، فاليوم غني وإذا بك صفر اليدين، شو يصير بحالك؟ اليوم مليار، الصبح مليارين، أمس المساء وإذا أنت صفر اليدين، ذاك العين، ذاك الوجاهة، فقموا عبنا. فقد الولد خوف. يعقوب بكى حتى عمية عينا. صدق صعب. شو قال لهم من المؤمنين سلام الله عليه؟ قال لهم كل ما قلتموه ليس بصعب. كان شنو الصعب يا أمير المؤمنين؟ قال لهم الصعب أن تضرب زوجة الإنسان أمام مرأة ومسمع من ولا يحرك ساكنا. أول ما سمعت الزهراء تهديدها بحرق بيتها قال لتخرجن يا علي وإلا أحرقت عليك الباب. لم تفتح الزهراء له الباب، أخذت تجاذبه الحديث ما لك ولنا، إلى أن لما رأى الإصرار من أهل البيت على عدم فتح الباب يقولون ركل الباب برجله، فصاحت الزهراء ومحمدا لما سمع هذه الكلمة يقول رق قلبي لها، ثم تذكرت ولوغ علي ومحمد بدماء العرب فنطرتها على وجهها. تقول الرواية من أثر الضربة سقط قلطها. رحم الله من نادى وفاطمة ثم لادت إلى الحائط فعصرها، فنادت يا فضة إليك فخذيني، لقد أسقطوا جنيني. مهجة المختار صاحت والقلب من همها، قوم تتشيلي الظلة وسنديني بالعجل، قوم بركين انكسر ضلعو صدق مني الجنين، وانظر دمونا بصدر تسيل يا فضه ابنين. هشمت مني الفضه الجسد ربشتها اللعين، بالعجل قوم عرفيه ابنين صاحب هالفعل، وهل اللي كسر ضلوعي ولطم خد تعرفيه، وذاك داح الباب جالس بالله روحي واخبريه. قالت ملبب بخذوح حيدر وليتش تنظري، قايد الفرسان حيدر شيف قادوه بحبي، طبع لكن ذوبت قلبي فاطم حالتي من كسر قلبه وتجري فوق خده دمعتي، حاير ويكسر الخاطر يوم دنق رضوتي.
بالحبل مقيود ما تشنى ابو حسين الفحيه اولا شافته ملبيه ابو شهقف صارخه بدمع شفوه عقب عينك يا ابن عمي بهالجامه وين اروح اولا هو العبد بالصوت اللمهيه وهي بجنبه تنوره من جاي آل العبد يا خال العمايا بالضرب والرمة تنهايا وحجر يصيح ويحايا صبري مثل صبري على الهضم ينمو الحشايا كاتب الله يا بتايا لنعيش بالذل والبحايا لا تشعبيني ترى بنار الحزن قلب اشتعايا فادوه والزهراء تعدوا خلفهم عبرا إلهنا تقبل أعمالنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اللهم رد كل غريب فك كل أسير شافي كل مريض فرج عن كل مكروب اقض دين كل مدين سد فقرنا بغنى غير سوء حالنا بحسن حالك وإلى أرواح موت المؤمنين والمستمعين وإلى أرواح موت المؤسس لهذا المجلس الشريف رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بسم الله. إذا سمعت لا أصيب ولدي بالشوك قال لها لا يا ليلى ولكن برز إلي من يخاف منه عليه شكار سنم قال ارجعي إلى خيمتك وادعي لولدك دعاء سنبري بجد سديد مز رسول الله دعاي يوم مستجاب در حق ولدها رجعت إلى الخيمة أخذت تدعو نشرت شعرها صاحت يا خدايا بغربة أبي عبد الله بتشنقي أبي عبد الله يا رادي وانزف على يعقوب اردد علي ولدي استجاب الله دعاءها رجع علي الأكبر برقش تقنزر شحالي برقش قال للحسين هل من شربة من الماء روي بها كمدي فإن سقل الحديد أجهزني بزبان حالي يبوي شربة ميل سبدي أتقوى ورز الميدان وحدي يبوي يبوي انفطر سبدي وحد جدي العطش والشمس والميدان والحاوية يقول لي يقول لي منين اجيب الماء يا ابني ما هو حشيت شعب روحي وسلني وفتروا فيت سبدي وسلبني يا ابوي استخلف الله العمر يقول لي يقول لي والدمع يسبح من العين يا بعدي وبعد كل الناس يا حسين بويا شلون اصبر والصبر مو قال له اذهب الى امك قبل ان تموت وربي شماله لتقبلك بمره جاء الغلام الى امه أشكر ما أدريش أتنستحمل في الفراق علي أكبر صداك ماما جاوبيني كلميني ماما الحرب بزين أذبشك أشكر نتنس جوابش بدي قسم شداد بحق جدي إلا ما كلمتي تفاقطت قطرات من عينه على وجه أمه أفاقت قالت كي ولدي علي ولدي علي قالت فداك ولدك
من الوالدة وانت رجاها والوالدة تطلب رضاها يا بنت فعيني رضاها. رجع لي الأكبر إلى الميدان مرة ثانية أخذ يقاتل القوم قتال الأسد الباسل وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم ضرب غلام العلوي. يقول حميد بن مسلم ما زال يقاتل قتال الأسد الباسل كنت بجانب منقذ بن عمرو التميمي أولا قال هذا اللعين قال علي أزام العرب إلا موت كل هذا الغلام بأمي. أخذ علي الأكبر يطارد أحد الكتائب آه جاء له هذا اللعين طعنه برمح فسقط علي الأكبر على قربوس السرد سرج فرسه وأخذه إلى الأعداء أولا فتكاثروا عليه وضربوه بالسيوف حتى قطعوا هربا هربا ألا من منادي وعليا. ثم علي الأكبر أخذ يقول أبتا إن جدي قد سقاني من كأس الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا السلام عليك يا أبتا. يقول المحدث قلت كيني رأيت أبي الحسين لما أسمع علي الأكبر أخذ يقوم ويقع أي بلنب الجوم يفتمري بجتش اي ملم الجوم يفتمري بجتش تحمل لجلبي امتطى جواده أقبل عليه رآه ساقطا على الأرض يخور بدمه ألقى بنفسي عليه وبتادري بدني علي أكبر صداك بني قتلوا آخ ما أجرأهم على الرحمة على الدنيا بعدك العباس على الدنيا بعدك العباس ولا بزبان حال بويا 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 متحضر العرسك واحسب ايامك بويا بويا متحضر العرسك واحسب ايامك وترجى يا ازفك انا وعمامك تالي تالي من انفسك تربان ومنامك روحي تمجبنا بلي وسيوف يا عباس ابن خيك شاب عيونه ليت وفي العمامه خلي يشيلونه يترجى للمخيم توزونه انا على الشاي للولد ما بدر لا طاب عيشون بعد فقدك لا صفا وظلمت الدنيا بعيني مضخفا منها ضياء يا شبيه المصطفى إلهنا تقبل أعمالنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا رد يا كل غريب فك كل أسير شافي كل مريض سد فقرنا بغناك اللهم أحسن عواقب أمورنا خيرا وإلى أرواح موسى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها صلوات. عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رأيت أقواما أشوف عذاب اللسان الحين براوتي يقول رأيت أقواما رأيت أقواما يقطع اللحم من جنوبهم
ويقذفوا في أفواههم ولهم مشافر كمشافر الإبل. شايف أنت هذا فم الجمل شلون؟ ولهم مشافر كمشافر الإبل ويمضغون اللحم. قلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ ذولا منو هذولا؟ يقطع اللحم من جنوبهم ويقذف أفواههم ويمضغون اللحم مالهم. قلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ هذا في عالم البرزخ. قال جبرائيل هؤلاء قوم من أمتك يا محمد. قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الهمازون اللمازون اللي يطعنون في الناس، يبحثون عن عيوب الناس، يشهرون بالناس، ها؟ اللي يستهزون بالآخرين ونكتون على الآخرين، هذا أعور وهذا أصلع وهذا قصير وهذا طويل وهذا هالشكل وهذا هالشكل وهذا حسب أهواه. الطعن في الناس، البحث عن عيوب الناس، البحث عن سلبيات الآخرين. الله يقول ويل لكل همزة لمزة. إذا الآخرين فيهم عيوب انت فيك عيب يا أخي. في الحديث المؤمن مشتغلون بعيب نفسي. ذولا قوم بس هذا عقاب الهماز اللماز، هذا في عالم البرزخ. بعد في ناس آخرين رآهم رسول الله في عالم البرزخ. يقول ثم رأيت أقواما كان يوضع الطعام الطيب، موائد من لحم طيب أمامهم وموائد من لحم خبيث، فكانوا يأكلون الخبيث ويدعون الطيب. فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الحرام. هذا اللي يتكسب عن طريق الحرام. الغناء حرام يحرم التكسب به، الزنا حرام يحرم التكسب به، استعمال أدوات اللهو حرام يحرم التكسب بها، إعطاء الدار للمحرمات إيجارا يحرم التكسب به، غش الناس يحرم التكسب به، الغيبة يحرم التكسب به، كل ما هو محرم في نفسه يحرم التكسب به. هؤلاء الذين يأكلون الحرام. يقول ثم رأيت أقواما لا يستطيع أحدهم أنه لعظم بطنه، وتعرض النار عليهم غدوا وعشيا. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا لا يقوم الله كما يتخبطه الشيطان من المس. احنا البنوك مالنا كلها قائمة على اساس الربا والعياذ بالله. يقول الرسول ثم رأيت أقواما تقذف النار في أفواههم وتخرج من أدبارهم. قلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تعرفون لا يأكل أموال اليتامى ظلما منه؟ في بعض التفاسير ورد عن أهل البيت الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. اليتامى هن آل محمد. الذي لا يخمس أمواله
إنما يأكل أموال اليتامى ظلما. ورد في بعض الروايات بأن الذي عليه الحقوق يحبس في القبر إلى أن تؤدى الحقوق عنه. يا أخي إذا عليك حقوق رد مظالم، زكوات، أخماس، صلاة، صوم، نذورات، كفارات، تكون تأديها يا أخي. يقول رسول الله: ثم رأيته نساء معلقات من أثدائهن، فقلت: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يورثون أموال أزواجهن أولاد غيرهن. يعني هذه امرأة متزوجة تروح تزني ويتكون من ذلك الزنا الولد، ولما يموت زوجها تورث مال زوجها لذلك الولد ابن الزنا. لا حول ولا قوة إلا هذا، كله في البرزخ يا موالون. أعاننا الله وإياكم على هذه الأهوال. الواحد يكون يفكر يعني.